السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنستكمل موضوع اللودينج تيست اللي هي تجربة التحميل. وقلنا إن شاء الله الفيديو اللي جاي اللي هو ده بقى هنتكلم فيه على مثال توضيحي أكتر من المثال اللي هو الصغير اللي إحنا أخدناه في نهاية المحاضرة اللي فاتت. تم إجراء تجربة تحميل على بلاطة كابولية بحرها 3.5 وسمكها 28 سنتي أو 0.28 متر يعني. وإذا كان الحمل الحي على هذه البلاطات 700 كيلو جرام على متر مربع، والأرضيات اللي هي الفلورين كفر 200 كيلو جرام على المتر المربع، وكثافة الطوب 2000 كيلو جرام على المتر المكعب، مع العلم بأنه سوف يتم إنشاء حائط بسمك 20 سنتي وارتفاعه متر على الطرف الحر للكابولي. فعين الحمل الذي يجب تحميله على البلاطات وطريقة وضعه، وإذا كان الترقيم في نهاية الطرف الحر للكابولي بعد وضع الحمل كما هو موضح بالجدول اللي هو اللي قدامنا ده، وكان الترقيم المتبقي، كل ده موجود إيه في الجدول عندنا. تمام، بيقول لك هل هذه البلاطة آمنة؟ في حالة عدم مطابقتها وضح ما هو الإجراء الذي يجب اتباعه طبقا للكود المصري، إلى آخر الكلام. طيب أول حاجة كده نمسك كل كلمة في المسألة وهنطلع منها معلومات. يعني أول حاجة مثلا 3.5 دي اللي هي ال كانتليفر وسمكها 28 سنتي، إذا البلاطة ديت هي بلاطة فلات سلاب، لأن السمك هنا إيه أكبر من 16 سنتي. تمام. طيب في حاجة كمان هنا اللي هو بيقول لك مع علم بأنه سوف يتم إنشاء، يبقى إذا الدروة ديت هي مش موجودة أصلا، اللي بيقول لك سوف يتم، يبقى إذا ديت مش هتتاخد معانا فين؟ في الاكزيستنج لود. لما تيجي تطرح من الحمل الكلي مش هتطرح منه ده، لانه اساسا مش موجود. تمام. طيب في حاجه كمان ناقصه هنا في المساله وانا افترضتها، ان عندنا الطول الحر للكابولي 3.5 اهو، تمام، الارتفاع متر والسمك 20 سنتي. طيب هو مش مديلي الأبعاد بتاعة البلاطة، البعد اللي هنا ده هو مديلي ده. طيب أنا عايز البعد ده كمان، هقول لك هنحتاجه في إيه دلوقتي. أول حاجة عايزين نشوف التست لود، عندنا أون ويت وعندنا فلورب كفر وعندنا لايف لود وعندنا كمان وول لود. الوول لود دوت ليه قصة دلوقتي. الأون ويت إحنا عارفين الأون ويت اللي هي الدايمنشن أوف كروس سيكشن. تمام، بلاطة عندك بلاطة كروس سيكشن بتاعها ايه، مش عندك تاخد منها شريحة متر في التي اس. تمام، في اليونت ويت، اليونت ويت اللي هي ايه الجاما كونكريت. تمام، اللي هي حوالي 2.5 طن على المتر المكعب. الفلورينج كفر ده جيفن، ولو مش معطى هو بيديلك سمك طبقة المونة قد إيه وتضربها في الكثافة بتاعتها، وسمك السيراميك والقصص دي، كل ده ليه قيم في كود الأحمال، كود الأحمال المصري. اللايف لود برضه جيفن، وبرضه له قيم تتوقف على استخدام المنشأ، لو منشأ سكني، منشأ إداري، تجاري، وهكذا برضه ده إيه في الكود. تمام. الوول بقى، الوول احنا عندنا الوول بتتصرف او بيتم حساب الاحمال عليها طبقا للبلاطه اللي تحتيها. طيب لو عندنا الاول سوليد سلاب، يبقى اذا البلاطات فين، الحوائط فين؟ الحوائط على الكمرات. ديستريبيوتد لود على مين؟ على الكمره. طيب بتحسبها ازاي؟ الوول ويت بيساوي بي دبليو سمك
سمك الحيطة، 12 سنتي بقى، 20 سنتي، 25، أيا كان على حسب اللي قدامك. في ال H wall، ارتفاع الحيطة، ارتفاع الحيطة دوت بيتجاب منين؟ من ارتفاع الدور كله ناقص السقوط بتاع الكاميرا، تطرح منه سقوط القمر. تمام، يبقى انت كده جبت الايه، الاتش وول. في ال دبليو، طبعا احنا بناخد شريحه متر في الاتجاه الطويل، طول يعني. في جاما وول، جاما وول برضو هتلاقيها في الكود بتاع الاحمال. المهم يعني بتطلع معايا في الاخر طن على المتر الطول. طيب لو فلات سلاب، فلات سلاب بيبقى حمل على حمل الحائط على البلاطه ذات نفسها، لان احنا طبعا عارفين ان النظام بتاع الفلات سلاب لا يسمح بوجود كمرات، وان سمح فبتبقى على المحيط الخارجي او حول الفتحات. المحيط الخارجي تبقى اسمها مارجنال بيم عشان تقوي البلاطه. تمام، فاحنا عايزين دلوقتي نحسب، هو ده بقى اللي بما ان البلاطه فلات سلاب يبقى احنا عايزين نعرف نحسب وزن او الحمل الحائط دوت بيتحسب ازاي على لو كانت البلاطه فلات سلاب. بيقول لك ايه بقى هنا، دبليو وول بتساوي وول ويت. تمام، اللي انت المفروض لسه حاسبها على السلاب اريا. تمام، طيب الوول ويت بيساوي ايه؟ والله انا عندي الوول ويت بيساوي اللي هو البي دبليو في الاتش دبليو في سيجما ال دبليو، اللي هي مجموع اطوال الحوائط اللي عندك في البلاد. ولو هنا طبعا احنا بنتكلم هنا على كابولي، تحميل كابولي، يبقى هنتكلم على مجموع اطوال الحوائط اللي على الكابولي. تمام، اللي هي الدروة في الجاما وول. الكلام دوت المفروض هيطلع لي بالطن. طيب ما انا عارف ان الاحمال على فلات سلاب بتبقى طن على المتر المربع، يبقى انت المفروض كده فاضل لك متر، متر تربيع المفروض تجيبه. هتجيبه منين؟ قال لك هتقسم على السلاب اريا، يبقى طن على متر المربع. فعشان كده بقى، عشان حتة السلاب اريا، فانا افترضت، انا هنا افترضت، هو للاسف مش مديلي البعد اللي هنا، البعد التاني. فانا افترضت انا عندي هنا 3.5، فانا افترضت هنا كام؟ اللي هي 6.5 و7 و6.5، كأنها ايه، ده فرض من عندي عشان المسألة تمشي. هو طبعا في الحقيقة المفروض يكون عندك طبعا البعد ده موجود، ما انت هتحمل ازاي وهتحسب الحسابات دي كلها ازاي. تمام، طيب الاون ويت خلاص احنا عارفينه بقى، التي اس اللي هي بوينت 28 في ال 2.5، واللايف لود جيفن، والكفر جيفن. الوول ويت من خلال شيت اكسل، طبعا دوت الشيت الاكسل ده للامانه العلميه او لامانه النقل يعني، ده من مهندس صلاح سالم. تمام، فهو مشكورا عامل لنا شيت اكسل، يا دوبك بس تحط فيه السمك، سمك الحيطه وارتفاع الحيطه. تمام، والجاما وول طبعا مفيش لا عندنا محاره ولا مونه، ففي الاخر اداني الايه، الويت بتاعها. طيب انت بقى عايزه يبقى متر مربع، فانت محتاج ايه، اللي هي ال سيجما ال اللي هي الاطوال. تمام، الاطوال دي هتتجاب ازاي؟ عندك هنا 3.5، وعندك هنا 6.5 و6.5 و7. تمام، اللي هنا، وعندك كمان 3.5، لان الحيطه او الدروه هتتحط بالكامل ده كده، صح ولا لا؟ بلكونه، كانها بلكونه عاديه خالص. تمام، ففي الاخر طلعت 27، وعندك هنا اللود. تمام، والاريا، الاريا بتاعت اللي هي البلاطه زي ما اتفقنا، والكابولي اللي هي 3.5 في 7 زائد 6.5 زائد 6.5. تمام، يعني 3 في افتح قوس 7 زائد 6.5 زائد 6.5. تمام، ففي الاخر ادانا الفاينل ويت بوينت 16 طن على المتر المربع، هي دي اللي انا عايزها في الاخر. تمام،
طيب خلاص، انا دلوقتي جبت التست لود اللي هي المعادله اللي هي بوينت 85 افتح قوس 1.4 ديد لود. طبعا الديد لود شامل الاون ويت وشامل السوبر امبوز ديد لود، تمام، اقفل القوس زائد 1.6 في مين في اللايف لود. تمام، التست لود هنطرح من التوتال لود الاكزيستنج لود. احنا قلنا الاكزيستنج لود هنا مين؟ قلنا هنا الاون ويت فقط، لان لسه لا في تشطيبات تمت ولا في حوائط اتعملت. تمام، طيب خلاص، يبقى اذا حمل التجربة اللي انا اشتغل بيه هو 1.513. طبعا احنا دخلنا القصة ديت على شيت اكسل وحسبناها، تمام، جبنا اهوت اللود، تمام، وقدامه الايه الترخيم اللي حصل سواء هنا اللودينج سواء اثناء التحميل او بعد رفع الحمل. ورسمنا كمان العلاقة اهي اللي احنا عارفينها هنا كده ايه لودينج وبعد كده هنا انلودينج. تمام، طيب عايزين نحسب بقى القصة بتاعتنا. تمام، الدلتا الاول، طيب الدلتا الاول انت بتحسبها ازاي؟ مش المفروض ان هي كانت طبعا لو كابولي تبقى 2 ال تربيع على 20,000 تي. طبعا الوحدات عندي هنا بالملي، طلعت لي هنا كام؟ 4.375. طيب دي اللي هي الالاوبل. طيب بعد 24 ساعة من التحميل انت بتقارن ديت بالدلتا ماكسيمم اللي حصلت بعد 24 ساعة. طبعا من الواضح جدا ان الماكسيمم طلع اكبر من الالاوبل، يبقى هنا ايه اللي تشيك نوت اوكي. تمام، طيب انت عندك كمان قال لك كده، قال لك هتروح لي بعد 48 ساعة تعمل لي unloading وتشوف لي المتبقي اللي هو ده اللي هو ناتج الطرح ده، يعني تنزل كده وتطرح ده من ده، او من الاخر تطرح اللي هو 13.5 ناقص الـ4. تمام، يطلع لك في الاخر كام؟ 9.1. وهتقارنه بكام؟ 75% من 13.5، برضه طلع نوت اوكي. طيب الكومنت بقى والتعليق بتاعنا يقول لك طبقا لهذه النتائج فان هذا الاختبار غير محقق طبعا لمتطلبات الكود المصري. تمام، هو كده عمل محاولتين والمحاولتين فشلوا، يعني الفرصتين هنا فشلوا، ففي فاضل فرصه كمان. بيقول لك ايه بقى؟ فبالتالي يجب اعاده الاختبار بنفس الطريقه السابقه بعد مده ثلاثه بعد مده لا تقل عن 72 ساعه من رفع ايه الحمل وإزالة أحمال التجربة الأولى. وإذا لم ينجح، يعني الفرصة الثالثة دي بقى، لو ما نجحتش فإن هذا الاختبار طبقا للكود المصري هو اختبار فاشل. ونلجأ بقى إيه لأحد الحلول التي تم ذكرها سابقا اللي هي اللي ذكرناها في المحاضرة الأولى من اللودينج إيه؟ من اللودينج تيست. تمام، إحنا كده إن شاء الله خلصنا الحمد لله، يعني خلصنا كده اللودينج تيست طبقا للكود المصري وأخدنا عليها مثال. إن شاء الله المرة اللي جاية هنشرح اللودنج تيست طبقا للكود الامريكي باخر اصدار اللي هو 318 19. طبعا في اختلاف ما بينه اللي هو 318 19 وما بين اللي هو الكود اللي قبليه اللي هو سنة 2014 اللي هو 318 14. ان شاء الله المحاضرة اللي جاية هنتعرض لايه ونعرف بقى كمان الفروقات اللي ما بينه وما بين الايه الكود المصري. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.